أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاج القضاء الواقف، شريك القاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل والبحث عن الحقيقة وإقامة العدالة وإعلاء كلمة الحق في المجتمع. المحامي هو نائب المتهم، وهو من يقوم بعرض وجهة نظر موكله في خصومته، وهو من يعاون القضاء في التطبيق الصحيح للقانون. حلقتنا الليلة بعنوان أو بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة وتقييمها، وتناول أهم ما يتعلق بهذه المهنة. هاشتاجنا الليلة بعنوان المحاماة تنظيم وتقييم. أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ المحامي يعقوب عبد العزيز الصانع، الكاتب في جريدة القبس. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ المحامية نيفين معرفي الناشطة في حقوق المرأة. أهلا بك أستاذ. يا هلا ومرحبا فيك. وكذلك الأستاذ المحامي مشعل سعد الخنا، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين. أهلا بك معنا أستاذ مشعل. يا هلا أستاذ. سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة التقرير الافتتاحي. مشاهدين الكرام، نشاهد هذا التقرير الافتتاحي ولنا عودة. شاهدنا هذا التقرير، والبداية مع الأستاذ المحامي يعقوب عبد العزيز الصانع. أهلا بك من جديد أستاذ يعقوب. قانون تنظيم مهنة المحاماة يرجع إلى سنة 1964، ليش ما تم التعديل على هذا القانون طوال هذه الفترة، ولماذا تأخر تقديم هذه التعديلات والتي حتى الآن أستاذ يعقوب لم يقر منها شيء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لتلفزيون المجلس وبرنامج هاشتاج على الاستضافة. أهلا وسهلا. في البداية بس تصحيح بسيط، أن هناك تعديل على قانون 1964 اللي هو القانون الحالي، هو 62 على 1996. هذا التعديل الوحيد، هذه التعديلات اللي يعني ماشيين عليها حاليا مطبقة في قانوننا الحالي. المشكلة وين؟ عشان نفهم هذه الازدواجية في التشريعات خلينا نبتدي يعني بسر تاريخي بسيط. يعني في البداية قبل إعلان أو إصدار دستور الكويت 1962 كان هناك ما يسمى أندية ثقافية وأندية تكتل وأندية مثل نادي خريجين ونادي الاستقلال. هذه النظرة التاريخية للحالة الاجتماعية واللي موجودة كانت في المجتمع الكويتي قبل الدستور. نعم. معها منو؟ معها الاتحادات العمالية. رأت السلطة في آنذاك وهي سلطة الإدارة بإنشاء أو إصدار قانون هو 24 على 1962 في تنظيم جمعيات النفع العام، الذي ينطبق كذلك على جمعية المحامين وجمعية الخريجين وجمعية المعلمين وجمعية الصحفيين، اللي هي هذه المجموعة من الجمعيات المعروفة، جمعيات النفع العام. نعم. السرد هذا التاريخي كان هناك مد بين اليسار واليمين والاشتراكية والثورات القومية، فصار في نوع من التخوف، فصار ما في عندنا نقابات مهنية. النقابات المهنية محتاجة تشريع خاص، محتاجة أن يكون عندنا هذه النقابات المهنية قانون منفصل. في جمعيات بس ما في نقابات؟ ما عندنا نقابات. شو الفرق؟ أنا أقول لك، عندنا قانون ينظم النقابات العمالية، وهو قانون 38 على 1964 كذلك، المعدل بقانون 6 على 2010 الحالي، اللي ينظم عملية النقابات العمالية من المادة 100 إلى 108. هذه النقابات العمالية رأت وزارة الشؤون في 2012 أن تمنح أو تحول أو تؤول هذه جمعية المحامين إلى نقابة المحامين. 2012 قرار 229,000 على 2012. رأى بعض المحامين والزملاء أن هذا فيه قصور تشريعي، وفي مساواة بين نقابة المحامين وبين النقابات العمالية التي تتبع الوزارات، وهي معروفة اتحاد العمال وكذا كذا. فتم رفع دعوة وأبطلت هذه النقابة. في هذه اللحظة بالذات تناوب على هذا الموضوع قانون تنظيم المهنة أو الطموح في مشروع تعديلات قانون المهنة ثلاث مجالس، اللي هو مجلس النقابة والمجلس السابق والمجلس الحالي. هذول ثلاث مجالس في جمعية المحامين هم أكثر نشاطا أو طموحا في تعديل قانون تنظيم المهنة. احنا كنا مقدمين هذا المشروع كذلك عندنا في 2013 عن طريق نائب سابق. انت مقدمه؟ انا مقدمه. ودخل اللجنه التشريعيه، هو هذا اللي قاعد تتكلم عنه الان، هذه التعديلات اللي نطمح لها. فصار عندنا ثلاث اتجاهات، عندنا مشروع سابق في مجلس له وجهه نظر، ومجلس حالي جمعيه المحامين يمثل الاستاذ مشعل معنا اليوم. نعم. عنده تعديلات مركزه او معينه، وجهه نظر خاصه. اما احنا مشروعنا اللي مقدم في 2013 هو نوع من المثاليه
نطمح أن يكون في نقابة بقوة القانون واستقلالية. لما يعني أنت تؤيد النقابة؟ نعم نعم بلا شك. اللي جمعية المحامين رفضت هذا الأمر في 2012. في أحكام صدرت في تنظيمات أخرى. إحنا نختلف عن جمعية المهندسين وجمعية المحامين أن عندنا القوة الإلزامية كسلطة إدارة. جمعية المحامين الاشتراك فيها وجوبي، الانتساب فيها وجوبي، تنظيم المهنة وجوبي، ممارسة المهنة وجوبي، التأديب كذلك من سلطة يعني. فهي كسلطة آمرة يفترض أن هي تمثل أن ترتقي من يعني قانونها زين كجمعية؟ لا في قصور، في قصور. عندنا ميثاق شرف المهنة. شنو يفرق إذا صارت نقابة؟ يفرق الاستقلالية، أن النقابة تمثل مصالح أعضائها بقوة القانون وليس تابعة إلى قانون 24.1962 مثلا. المادة السادسة في قانون 24.1962 في حال تدخل أي جمعية نفع عام في الشؤون السياسية وكذا كمثلا، ممكن حلها عن طريق قرار فردي من وزيرة الشؤون. بإيجاز يعني شديد، شنو أبرز ملامح أو ملخص مشروعك؟ مشروعي يتكون من ثلاث اتجاهات. اتجاه هو تحويل كل القصور التشريعي والمخالفات الموجودة حاليا إلى قانون بنص، يعني أي مادة فيها قصور عندنا حاليا أو في عندنا عيوب تشريعية اللي هو عدم وجود النص. مثلا المادة 12 من ميثاق شرف مهنة المحاماة الموجود من الستينات والمعدل بقانون 62.1996 تقول أن هناك من بات في الإعلان والترويج عن شخصية المحامي واستخدام الأسلوب التجاري. إذن أين العقوبة؟ أنت طالب أن يكون في عقوبة؟ أنت لما تحط من تحط مثلا لائحة لازم يكون فيها عقوبة. ففي قصور عندنا بين ميثاق شرف المهنة والنظام الأساسي اللي يمثل كجمعية نفع عام اللي هي جمعية محامين وكذلك قانون تنظيم المهنة. عندنا ثلاث أبواب ما في رابط بينهم. نعم. أستاذ مشعل الخنة، طبعا أنت ممثل لجمعية المحامين في هذه الحلقة، ما هي أبرز التعديلات التي تطالبون بها؟ يعني تعديلاتكم أو قانونكم أو مشروعكم غير عن المشروع الأستاذ يعقوب. أنا أولا أشكركم على هذا اللقاء وأتشرف أن أكون بين زملائي الكبار أستاذ نبيل معرفي وأستاذ يعقوب الصانع، وهذا صراحة يعني نشدد على دوركم هذا في الاتجاه إلى قانون تنظيم المهنة، رغم أن عدد زملاء المحامين قلة في الكويت فهذا يحسب لكم. احنا باختصار شديد يعني نبي نوصل الرساله للمشاهد خلينا نقول الشخص اللي يعني ما يعرف قواعد القانون او يعني مرات الكلام في لغه القانون شوي فيه صعوبه في الفهم. احنا بنتكلم على تصورات، بمعنى ان القانون احيانا يكون اراده يعبر عنها في نصوص. احنا بنتكلم عن الاراده. المشرع عندما نظم قانون مهنه المحاماه في القانون الحالي والمعدل في 1996 وضع تصورات حد ادنى لطموحات المحامين، باعتبار ان المحامي يعني حط له خلينا نقول اساس انه يكون له تنظيم من خلال المحاكم وعمله وتوكيله وكذا. لكن في ثغرات كبيره، واحنا للاسف الشديد يعني يمكن لان لقله عددنا الدوله او السلطات الدستوريه ما كانت تتجه الى ان تنظر الى هذا القانون بشكل مهم. لكن وضح الان ان المحامين اصبحوا يعني دور لهم دور اساسي في تغيير المجرى العام القانوني والدستوري خلينا نقول في قوانين الجنسيه والمجلس وكل هذه طاعنين فيها محامين ترى، يعني مو اي احد يعني. فبالتالي وضح دور المحامي، فاحنا نستغل هذا الامر من جهود اخوه يعني زملاء، يعني احنا نشدد على دورهم سواء كانت في قضايا عامه او في قضايا خاصه. نقول ان قانون تنظيم المهنه اذا يعني لم يؤخذ في عين الاعتبار امام السلطات راح يعني اتصور راح يكون في مشكله كبيره يعني راح تدخل فيها الكويت في على اهل الاساس. باعتبار ان اصبح المحامي يرفع خلينا نقول طعن في دستوريه نص قانون مثلا. يعني القانون الحالي فيه ثغرات كبيره. القانون الحالي اعطى حد ادنى، بمعنى يعني حتى المحاكم ما فهمت شنو عقد اتعاب المحامي، باعتبار اعتبرته محكمه التمييز ان المحامي هو مجرد وكيل في عقد اتعابه ويخضع الى قواعد الوكاله. القانون الحالي يعني ما يتكلم عن عقد الاتعاب مثل ما يعني تفضلت لك وقلت لك. القانون الحالي ما يعطي حق المحامي حصانه في الجلسه، بمعنى لو احنا خلينا ناكد على امور اساس يعني توصل المشاهد بشكل صريح. احنا نحترم السلطه القضائيه ولا عندنا اي خلاف في السلطه القضائيه، واحنا نقول يعني استقرار السلطه القضائيه استقرار الوطن، فلا يمكن يعني يوم من الايام ان نعادي السلطه القضائيه.
لكن كذلك الأوجب يعني من واجبنا احترام، لكن الأوجب أن ننصح ونقول نصح يعني بطريقة هادية ومتزنة ومحترمة. احنا نقول أن صارت أكثر من حادثة في جلسات ومحامين تعرضوا للحبس حالهم حال أي متقاضي، والمحامي يحضر عن موكل ما يحضر عن نفسه، يعني يحضر بصفته وكيل، فقد يعني قد يكون في سوء فهم وبصفته وكيل يتم حبسه؟ بصفته وكيل نعم، يعني من باب قانون المرافعات يقول لك إذا أي شخص أخل بالجلسة يملك القاضي أن يحبسه 24 ساعة. طيب وهذا حصل، يعني احنا ما نقول ان هذا الشيء يعني ما يحصل، يحصل بكل يعني بكل دول العالم، حتى امريكا المتطوره يحصل فيها، لكن ما عندنا الضمانه. يعني المحامي اليوم لو يقول اروح الجلسه، يعني انا عندي خلينا نقولها بالكويتي خط رجعه، يعني ممكن يحبسني القاضي اذا تكلمت مثلا في طلب معين، واحنا عارفين ان المحامي لما يروح حق القاضي يتمسك بطلبات، قد القاضي ما يلتفت يقول لك انا ما راح التفت لطلباتك، شو يكون المحامي؟ طبيعي بيقول انا اتمسك يا حضره القاضي، فقد يكون سوء فهم من هالكلام، وقد يكون في حبس. فلذلك احنا في قانوننا الحالي اللي احنا نتكلم فيه بالتعديلات، نعم، اول شيء خلينا نقول يعني نقطه اساسيه، استاذ يعقوب الصانع احنا نشدد على دوره ونشدد على مشروعه اللي قدمه، وهذا جهد يحسب له امانه يعني شخصي. بس قبل لا ندخل في مساله مشروع استاذ يعقوب، في حالات حبسوا محامين 24 ساعه؟ طبعا صارت يعني اكثر من حاله، مو حاله واحده، لا تتكرر تتكرر تتكرر، وهذا امر احنا نقوله يعني بصريح عباره بنيه صادقه، قد يكون في دائره من الدوائر القضائيه يكون خلينا نقول انه في شده، يعني شنو يعني خلينا نوصفها وصف زين، في شده بالتعامل والمحامي كذلك في شده بالتعامل، فيصير سوء فهم، فيقول تفضل استاذ انت محبوس 24 ساعه. نعم، وبالنسبه لمشروع الاستاذ يعقوب، ليش ما يكون مشروعكم مشروع واحد؟ هذا النقطه الاساسيه اللي ودي اقولها من باب الانصاف، اني اقول حق استاذ يعقوب الصانع، احنا دعينا المحامين الاعضاء مجلس الامه في مجلس في جمعيه المحامين، ونصحونا نصح يعني واقعي، يعني اقروا هم في حال نتبنينا مشروع متكامل هذا صعب جدا انه يقر، فقلنا يعني قالوا ان اللجان عمل اللجان جدول الاعمال مزدحم في قوانين وغيره، فقالوا امشوا في طريق التعديلات، يعني احنا خلينا ناخذ على قولتهم فن الواقع، خلينا نمشي بالتعديلات، ناخذ حد اكبر من الحد الادنى اللي احنا متمسكين فيه الحين كقانون حالي، فمشينا في التعديلات وكان مقطوع فيها شوط كبير من الوزير السابق الاستاذ يعقوب الصانع بأنه حول الفتوى التشريع وخذ دورته المستنديه، فقلنا نمشي في التعديلات، وبالتالي هم راح نمشي في خط ثاني يعني كذلك متوازي مع الخط التعديلات اللي هو مشروع متكامل اللي مطروح في يعني الاستاذ يعقوب الصانع، ومحسوب يعني كذلك يعني نحسب له هذا الجهد صراحه في خدمه اخواننا المحامين. فاحنا نقول بشكل يعني خلينا نقول بسيط، التعديلات تتكلم عن حمايه المحامي في الجلسه وكذلك في مراجعاته اليوميه كونه كمحامي، تتكلم على التدريب، تتكلم على القيد، يعني هم في يعني خلينا نكون صريحين بعد، في استياء يقول لك كجمعيه محامين انتم ما تعدون المحامين، احنا قاعد نحاول كمجلس اداره حالي بس كتكامل، يعني مشروع متكامل مشروع استاذ يعقوب افضل من مشروعكم او افضل من مو افضل لأخر. احنا نقول اثنين هم زينين لكن اشمل، ولا نقول اشمل، نقول كفتين زينه، نقول استاذ يعقوب الصانع عنده مشروع يعني خلينا نقول راح يحل محل المشروع السابق، احنا عندنا تعديلات في المشروع الحالي هذا. نعم. فاحنا يعني خلينا نقول الكفتين يعني فيها افضليه، ونحاول يعني نوازن بين هالكفتين. نعم. باختصار شديد في التعديلات نتكلم عشان على نطلع فاصل وناخذ بعد. تفضل استاذ نبيل معرفي. تفضلي. لا ولا يهمك عادي. استاذ نبيل يعني نبي رايك بهذه التعديلات لكن بعد الفاصل. ان شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم. جديد مشاهدينا واجدد الترحيب بضيوفي الكرام. استاذ نبيل سمعنا مشروع الاستاذ يعقوب الصانع وكذلك سمعنا تعديلات الاستاذ مشعل وجمعيه المحامين. صحيح. انت ايش رايك بهذه التعديلات وهذا المشروع كذلك؟ نعم، بدايه اول شيء تأيدين منه؟ انا الحين اقول لك الان بعطيك اياها بطريقه من خبرتي في العمل. بدايه انا اشكر المقترح المقدم من الاستاذ يعقوب، وهذا شيء جبار وشيء يعني متميز بالنسبه لنا كمحامين، نشوف زميل عندنا نشيط بهذا الاداء. نعم. وايضا اشكر جمعيه المحامين والاستاذ ايضا مشعل على هذه ايضا الاقتراحات، وللامانه علشان اكون صادقه رئيس الجمعيه لو تصير لنا اي مشكله كمحامين، انا شخصيا من مشكله صارت لي وعمليا ايضا، مجرد ما اشيل عليه التليفون مباشره لو هو برا الكويت في مؤتمر طالع او شيء، على طول يجيب لي اي محامي يحل مشكلتي في المخفر اللي انا فيه او في السجون وانا رايحه ازور احد مثلا الموكلين، فهذه امانه تقال يعني. واشكر فعلا الاستاذ ناصر الكراوين على هذا النشاط وهذا الشيء اللي واضح. انت محاميه يجيب لك محامي؟ والله العظيم
وأقولها بأمانة وأقولها أمام الملأ، وقلتها في السابق وبالمحكمة، قلت حصلت لي مشكلة خلال أقل من نص ساعة، وجدت محامي من جمعية المحامين جزاهم الله ألف خير يي وحل مشكلتي، وكان هناك إجراء من محقق ورد خطأ. تخيل أنا محامية، يفترض أنه ما ننزل لي ضبط وإحضار علشان أنا محامية بموجب وكالة عن موكل، بالخطأ نزل علي إلقاء قبض. تخيل خطأ، والمحامي لازم شنو يتم إخطار جمعية المحامين أولا حتى يعمل إجراء الضبط والإحضار، ولكن الله العالم شنو كانت النوايا، وفعلا تم عمل ضبط وإحضار، وهذا إجراء خاطئ مباشرة الأستاذ ناصر الكريوين. إن شاء الله ما انسجنتي بس. لا فعليك أن في المعرفة ما تنسجن لأني ما شيء من الطوفة، لأني ما أذيت أحد صح ولا لا، وهذا إجراء خاطئ، وجمعية المحامين ما تقبل أن أي محامي عندها ينهان بهذه الطريقة أو يمس أو تمس كرامته. مباشرة بعث لي محامي، وفجأة فوج من المحامين كل واحد ترك جلسته. تخيل طبعا بصفتك عضو في جمعيه المحامين. بصفتي عضو محاميه مسجله بجمعيه المحامين. زين لو يصير وياك كذي احنا عيوننا لك، سووا لي شيء جمعيه المحامين، احنا عيوننا لك كفى عليك تامرنا. يعني اللي بوصله ان انا اشكر فعلا جمعيه المحامين على هذا الاداء. الان لو بتكلم انا في المقترحين التعديلات. نعم. تمام. الان انا هني امامي قانون يتم تعديله، لم اتصفحه من قبل ولكن سمعت عنه، وكان يفترض انه يعرض على كل المحامين. هذه واحده اللي هو قانون اللي في اللي الحين راح يعرض على مجلس الأمة، المقترح من جمعية المحامين بالتعديلات. يفترض ان كل محامي فينا. انت ما وصلت شيء؟ انا ما شفته للأمانة. تابعتيه بالاعلام؟ تابعته بالاعلام طريقتي، وتابعته ايضا يعني عن طريق اللي الاعضاء اللي بجمعية المحامين يتكلمون فيه. اما كنسخه لي كنفين معرفي ومكتب نفين معرفي، انا ما لقيت اي نسخة من هذا القانون علشان أعبر عن رأيي بصفتي محامية صح ولا لا؟ فشعرت يومها وإن أنا يمكن عشان مرة محامية ما حد يلتفت لي، يعني لأن جمعية ما أقول عنصريين، ما أقدر أتهم أحد، لكن جمعية المحامين فيها مشكلة إن ما فيها ولا امرأة واحدة من أعضاء الجمعية. حتى أنا أقدر أنت يعني نزلتي الانتخابات؟ لا ما نزلت. ما نزلت. أنا ظروف عملي. في امرأة انزلت؟ في امرأة انزلت ما فازت. ففي نساء بالعكس هم يعني حنا بروحنا رشحناهم، قلنا لهم أنتم نزلوا. في بعض المحاميات يعني عندهم مجال متفرغات نوعا ما أو طموحات في هذه الأمور ممكن، أما أنا مالي بهالسوالف. أنا حابة يعني المهنة بذاتها. فالآن شنو هذا أول عتب؟ أن أنا يفترض فيني أن يكون عندي نسخة وكل المحامين بعددنا اللي مدرج بالجدول اللي قاعدين ندفع اشتراكات، وعندنا كارنيه من جمعيه المحامين. نعم. فيفترض ان انا عندي نسخه عشان انا على الاقل اعطي رايي. ما يصير انه يعرض على مجلس الامه، اوكي انا صوت حق اعضاء مجلس الاداره في جمعيه المحامين، واوكي هم يمثلوني وكل شيء، ولكن لي راي انا. حتى مجلس الامه اي احد بيتكلم انا صوت له يفترض ايضا في راي، بس انا يعني احنا اليوم في نقاشنا كله على جمعية المحامين. لكن رأيك باللي سمعتيه الآن بالحلقة؟ الآن رأيي أنا قاعدة أشوف أن لازم كلنا نقعد على طاولة واحدة كمحامين، أوكي، ونشكل لجان لأن عددنا كبير. نشكل لجان معينة نقترح. الآن الأستاذ يعقوب خلينا نشوف كم نص مادة تكلم فيها أستاذ. الأستاذ يعقوب يمكن فوق 120 مادة يتكلم فيها. إحنا اليوم بحاجة لنصوص كثيرة تعديل للقانون السابق مال جمعية المحامين. وانت تأيدين اي طريقة؟ انا اي مشروع طريقة كامل متكامل او تعديلات؟ لا متكامل. اقول لك ليش. عندنا مشكلة دائما نعدل شوي ونهد الباجي، نعدل شوي. زين انا ليش امشي 20 سنة عشان اعدل؟ ليش ما انا دايركت اقول يا مجلس الامة لا تدوخون نفسكم ولا تتعبون، تفضلوا هذا قانون كامل مكمل. واضح ان الاستاذ يعقوب سامع اراء المحامين. انا اذكر في مرة من المرات على عجالة ناقشني في موضوع عن المحامين، شنو الحاجات وشنو انتم محتاجين وكذا، بعدين اكتشفت انه هو قاعد يعد قانون او مشروع من اراء المحامين. يعني انت الحين انت لازم تنزل مسرح الواقعه او مسرح الجريمه عشان تعرف الجريمه اللي حصلت شنو بالضبط، عشان احنا نعرف بعد الجريمه اللي حصلت. بما ان استاذ يعقوب مثل ما تفضلت يناقش بعض المحامين، استاذ يعقوب هل هناك مشاكل اخرى يتعرض لها المحامي بجانب قانون تنظيم المهنه؟ نعم، بس بداية ودي يعني أعقب على زملائي أستاذ نفين المعرفي. لكن بإجازة يعني. إيه. بلا هو إضافة وليس يعني. نعم. الإضافة الأولى أن أستاذ مشعل تكلم عن الحصانة بمناسبة عمل المحامي، هذا نص اللي موجود حاليا، الحصانة بمناسبة عمل المحامي هي سير الجلسات والحضور وكذا. لا، هو المشاكل اللي قاعد تصير دائما في خارج المحاكم،
عند حضور المحامي امام ادارات المباحث الجنائيه، الادله الجنائيه، التحقيقات، احتكاكه مع اعضاء وافراد السلطه من الداخليه اللي هم من افراد وضباط، احتكاكه في الجهه هذه الداخليه واللي تتمثل ان تطبيق القانون ما عندها المام كبير في قانون تنظيم المهنه، ما تدري ان هذا المحامي كيف هو يعني ياخذ من وقته عشان يدش مخفر يدافع عن فرد او عائله او متهم او هذه الاجراءات. يفترض احنا حطينا في مشروع اني 7-8 بنود عن الحصانه، من بينها ان لا يجوز القبض على اي محامي في غير حالات الجبر المشهود الا ان يكون في اتصال بالنائب العام او رئيس جمعيه المحامين وابلاغه. لا يجوز تفتيش مكتب المحامي، لا يجوز كذا، لا يجوز هذا من ضمن المشروع. نعم نعم، احنا مفصلينها يعني ماده ماده. وكذلك اضفت لمحه بسيطه، وفي الحالات الكيديه ها لا يجوز رفع او اثبات او قيد رقم قضيه على اي محامي او محاميه الا بعد التاكد من كيديتها. هذه ضمانه اخرى. صح. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لكن نبي نتكلم عن المشاكل اللي تعرض لها المحامي غير مسألة قانون تنظيم المهنة. احنا وين السلبيات عندنا؟ أنا بشبه لك إياها بمثلث. الضلع الأول هم القاعدة العامة من المحامين، نفترض أن احنا بدينا كنا 1000 وقبلنا كانوا باقيين 500 والرواد كانت أرقامهم 10 و13 قيدهم، لبداية التسعينات كانوا 400 محامي، هذا الضلع الأول. كأعداد محامي نعم. اي ضلع يقصر في حقه فبالتالي ما تكتمل المنظومه التشريعيه. الضلع الثاني شنو؟ الضلع الثاني مجالس الاداره بدون استثناء. لا اقول المجلس الحالي ولا المجلس، مجالس اداره جمعيه متعاقبه. متعاقبه. الضلع الثالث؟ الضلع الثالث زملائنا الافاضل النواب في مجلس الامه من يحملون شهاده حقوق او يمارسون مهنه المحاماه. هذا العيب يعني اللي احنا نحس ما عندنا ظهر للاسف. يجون يقعدون معنا يتفلسفون. جمعيه خذ الماده هذه واعطنا هالماده هذه. يا اخي انت اذا جمعيه المحامين مو ظاهر لكم؟ جمعيه المحامين للاسف فيها عندها قيود يعني فانتازيه شوي، تخاف من اللي يصوتون. هي مسويه القيود ولا عليها قيود؟ لا قيود وهميه، تخاف من اللي يصوتون لها، تخاف يضيع برستيجها، تخاف انها تواجه السلطه. وتوارثت هذه الامور، صار عندنا مجلس مو مهادن، لا ممكن ينزل بيان لشديد اللهجه. اتهامات زادت على استاذ مشعل. نبي رايك. لا لا زملائي انا بتكلم عن بصفه عامه. بصفه عامه يعني. نعم، فنبي تعقيب من الاستاذ مشعل الان بالنسبه للمشاكل التي تعرض لها المحامي بجانب قانون تنظيم المهنه، كذلك ما في امراه عندكم في مجلس الاداره او في جمعيه المحامين. ما يبون. وانتم يعني يقول الاستاذ يعقوب هذا رايه انه مو ظهر للمحامين. عندكم قيود. طبعا استاذ نبيل معرفي واستاذ يعقوب الصانع يعني هم زملائي واكبر مني وانا احترمهم واجلهم وراءهم، لازم نسمح من موقع يعني موقع المسؤوليه. فبالتالي خاصه الاخوه يعني الاخوه الزملاء كل المجالس أخوة بصفه عامه. صح كل المجالس مو عشان الاخوه الزملاء يعني احنا عندنا على قولتهم يعني احترام مهني يعني في هذا الامر يعني، وخاصه اذا كان في اراء يخص في قانونهم. لا هو نقد موضوعي يعني طبيعي طبيعي، بس انا حبيت بس اكد على انه يعني انه ما في اي اشكال. موضوع استاذ نبيل فعلا تكلم عن موضوع التعديلات انها لم تعرض، وفعلا هذا يعني لم يعرض على المحامين باعتبار ان الوزير السابق هو من يعني اجرى هذه الاجراءات، فبالتالي كان امانه يعني احنا كنا بشكل صريح كنا نقول حق الوزير ان احنا نبي نعدل القانون باي حال من الاحوال، نبي التعديل يعني على وجه السرعه، وانه يعني يعطينا سقف على الاقل اذا مو على مستوى الطموح على مستوى عملي، يعني نقدر نروح المحكمه ولا نروح عند التحقيق ولا نروح عند المباحث، يعني خلينا نقول بصفتنا كمحامي بقانون يعني يحمينا. فبالتالي التعديلات التي اجريت من الوزير السابق يعقوب الصانع خذت السلك الحكومي اللي هو احاله الفتوى التشريع لابداء رايها. بس ما علاقه هذا بارسال نسخ للمحامي؟ اي لان كانت مبادره من الوزير السابق. هذا أمانة يعني كانت مبادرة من الوزير السابق، وإحنا أمانة نقولها إحنا كمجلس إدارة دعمنا هذه المبادرة. نعم. إيه. هل كان يعني مفترض أن جمعية المحامين تعرض هذه التعديلات للمحامين؟ فعلا يعني مفترض كان، لكن كان خلينا نقول يعني معيار السرعة بالنسبة لنا يعني نعم. مهم جدا. هذه خلصنا منها، مسألة عدم وجود امرأة بإيجاز عشان إيه عدم وجود محامية في طبعا صندوق اقتراع ويروحون يصوتون المحامين، كانوا القوائم ينزلون المحاميات للأسف يعني ما كان يحالفهم الحظ. نتيجة تصويت. نتيجة التصويت، فبالتالي ما يعني مجلس إدارة يعني هو سلطته من المحامي. يعني المحاميات ما اختاروا محاميات؟
والله المحاميات يقولون هالكلام صراحه، لكن امانه بالعكس يعني اخواننا اخواتنا الزملاء بالعكس يعني اضافه للمهنه، ونتمنى ان يكونون في مجلس الاداره. نعم. مساله ان جمعيه المحامين يعني بس بانجاز شديد بشكل انها تهادن ولا تكون ما تكون ظهر للمحامين، وانا اعلم تماما يعني ان الاستاذ يعقوب ما يقصد اي يعني قصد اساءه او يقصد ان احنا يعني خلينا نقول نهادن احد يعني على حساب المحامين. نعم. لكن اللي 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 خلينا نقول اللي يفتح اكونت جمعيه المحامين يشوف ما يعني ارائها من بيانات وغيره، سواء كانت مع السلطه التشريعيه ولا السلطه القضائيه ولا السلطه التنفيذيه. كل السلطات نزلنا فيها بيانات ليعني معالجه اعوجاج او تعسف في استخدام السلطه، كنا نقولها بصريح العباره. كنا ندخل على الوزراء يعني والاعضاء مجلس الامه كنا نقول لهم امانه اللي بيننا وبينكم قانون وعداله. غير هالكلام ما عندنا. المحامين اللي استاذ نبيل قالت شهاده انا اعتز فيها. المحامين اللي يواجهون مشكله احنا اصرينا كمجلس اداره ان نكون احنا شخصيا نروح نحضر مع اي محامي. ما نحضر محامين او لجان، لا اذا في مشكله مع محامين نحضر شخصيا. الله يعطيك ولا عندنا اي يعني خلينا نقول تفاوت بين انتخابي هذه مع قائمه. نعم. استاذ نيفين في مشاكل تعانون منها غير سالفه؟ والله وايد مشاكل. قضيه تنظيم مهنه المحاماه هي مو في تنظيم بس المهنه، مو بالهذا، يمكن في نصوص معينه احنا اليوم محتاجينها بقانون المهنه. مثال ذلك يعني مثل ما قال الاستاذ يعقوب متاعب، يعني نقدر متاعب لما انا اروح مخفر، ليش انا اتبهذل عشان اقيد قضيه؟ اقعد لي من الساعه 3 الظهر ل 3 الفجر عشان الضابط يقبل قضيتي ويقرر المحقق ان كانت هذه تشكل جنحه ولا ما تشكل واقعه. يعني يفترض الان لما انا اتقدم معي موكلي، انا رايحه برستيجي ومحاميه ومعي وكالتي ورايحه معي موكليني ومسهرتهم من 3 الظهر، شوف انا اتكلم بامانه من واقع العمل، من الساعة 3 ل 3 الفجر عشان أقيد شكوى بسيطة مطقوقة يعني 12 ساعة آخر شيء المحقق يجي كان يقول شفتي خلص، شفتك خلص، أنا وين أبيع شفتك خلص، وين أصرف الشيك هذا؟ حق الناس راح، المرأة عليها إصابات، إذا أنا ما ثبت هذه الإصابات بسرعة وحولوني للطب الشرعي ما أقدر أروح أنا من كيفي. في كل قضية كذي؟ كل قضية قاعدة تعذب، مقافر الكويت كلها صارت كذي، بقدم اليوم شكوى ما أقدر، اضطر اروح جحا وين اذونك، انطر ان كان ويكند خو بعدها خلاص راحت علي القضيه، انطر ليوم الاحد عشان اذا ما في رقم تليفون تدقين تشتكين؟ ادق على منو؟ واحد يرد علي، ابي اروح مخفر. حاولت ادق، ماكو تجاوب، ماكو تجاوب. طيب انا شنو اسوي؟ اليوم انا لازم عندي قانون مهنه اتمسك انا فيه، حتى ما يحتاج انا اروح اطق باب جمعيه المحامين، جزاهم الله الف خير وكافيهم اللي فيهم من شغل. نعم. معاناه. فيفترض اليوم ان انا لما ادش كمحاميه لي ما ابي اقول برستيجي، لي انسانيتي. نعم. واحنا بعد راح نطلع فاصل ونكمل ان شاء الله هذا الحوار الشيق معاكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم. جديد اهلا بكم مشاهدينا. استاذ يعقوب عبد العزيز الصانع، هل هناك قوانين مستحقه اخرى غير ما انتم بصدد تقديمه؟ يعني بصفتي انا ككاتب احد الاقتراحات بشكل عام لا يعني احنا نحتاج يعني في المنظومه التشريعيه نحتاج تعديلات كثيره، يعني مثل أن يكون في قانون ينظم مثل يعني تنظيم القضاء، استقلالية القضاء، مخاصمة القضاء. نعم نعم. شوف قانون تنظيم القضاء واستقلالية القضاء أخذ وقته، لكن للأسف هو في تباين بين وجهة النظر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع السلطة القضائية. السلطة القضائية متعاونة حيل وقدمت كذا مرة اقتراحات، لكن كل ما يجي وزير عدل يصير عنده مرئيات خاصة فيه يحاول يفرضها على السلطه القضائيه، ما يجوز هالكلام هذا. ما يصير ان وزير عدل يعني يتحكم في السلطه القضائيه، بالعكس احنا كل ما تتحرر السلطه القضائيه معناته ان احنا نحصل على ضمانات كبيره. ليش وزراء العدل يتحكموا في السلطه القضائيه؟ انا ما اتكلم انا قاعد اقول كل ما يجي وزير عدل يصير تعطيل على مشروع استقلاليه القضاء. يعني مساكين يعني لا عندهم دواوين ولا يروحون يطلعون يعني يقعدون بالقهاوي ويتكلمون بالسياسه. ها نادي قضاة للحين ما عندهم، ليش؟ يقولون في طلع قرار بالارض هذا بس للحين ما شفنا شيء. ليش ما في نادي قضاة؟ يعني هو يروح الجلسه مع جنطته يخلص احكامه كذا ويروح البيت، ما عندهم استراحه محامين مثلنا يعني وسوالف كذي. يعني الحياه الاجتماعيه قاسيه جدا على القضاة الفتره الاخيره، يعني كثره تحويل القضايا بسبب الاراء يعني العامه ولا السياسيه سوت يعني طفره مو طبيعيه في النقد السلطه القضائيه. انت تنتقد السلطه القضائيه تنتقد احكامها بموضوعيه، تنتقد
يعني ما تعتقد عندنا سؤال بهالخصوص احنا، لكن انت في قانون يعني تطمح او تسعى لاقراره غير القوانين او مشروعك اللي تفضلت فيه؟ نعم، نقابه المحامين. نقابه المحامين هذا مو للحين ما حد تكلم عنها، كله يبون احنا موجود بمشروعك؟ موجود، هو مشروع اساسا كان نقابه المحامين، ادخل في اكتوبر 2013 كمشروع نقابه المحامين، بعدين يعني كلموني قالوا لي نرى ونعتقد وانا ها ان ترجع الى جمعيه ويدفع بهذا المشروع فيطلع جمعيه محامين ومشروع كامل. بعدين منو قال؟ منو قال لك؟ احد الاطراف، احد الاطراف اللي احنا قاعد نقول في تهادم، نقول ما في تهادم، في مهادنه يعني. نعم استاذ نيفين، رايك بشكل عام في القوانين الصادره في السنوات الاخيره فيما يخص القضاء، مثل تعديل قانون المحكمه الدستوريه، انشاء هيئه مكافحه الفساد؟ هذه قوانين جدا حلوه، احنا اصلا كنا بحاجه منذ زمن بعيد لهذه القوانين علشان نحط آلية معينة لكل مهنة وكل وظيفة. اليوم حتى المحامي المفروض تقديم الذمة المالية مالته، هل أحد سأل عن الذمة المالية للمحامي؟ اليوم أنت تدري أن المحامي لما يتعاقد مع أحد، عدل ولا لا، شلون يصير ثري في سنة؟ وفي محامين ضربوا شوط 20 سنة ما وصلوا لهذا المبلغ. لازم المحامي يراقب أيضا، علشان أنا أحط آلية للمهنة هذه، مو كل واحد يقدر يدش المهنة. يعني هذا يحتاج تعديل قانون انشاء هيئه مكافحه الفساد بالكامل. اليوم انا اليوم انا قانون المحامين نفسه يدخلونكم من ضمن الفئات المطلوبه قرار الذمه الماليه. المفروض ان انا اليوم اشدد على الانضمام لهذه المهنه، عددنا زاد، انا احترم جميع الزملاء والنعم فيهم وحياهم الله في هذه المهنه، لكن في آلية لازم هم يتعلمونها. يعني ما عندك مشكله بتقديم اقرار ما ابدا وي اول وحده انا اقدم، ما عندي مشكله. ليش؟ لان اليوم قاعد تصير امور ما تدش العقل. فرضيه اي شخص يقول انا خلص قيدت، خلص السنتين وهو قاعد برا الكويت مو قاعد في الكويت، خلص السنتين مالت التدريب، احد ربعه وزملائه ختم له انه اوكي تفضل هذه مده التدريب، روح افتح مكتب. فتح مكتب، تعاقد مع محامين. الان المسكين الموكل، خلي المحامي انا ما علي اليوم منه، خل اتكلم انا بمنطقيه عشان سمعه المحامين. اي مسكين الموكل يدفع له اتعاب، قاعد السكرتير وفي مستشار قاعد يستلم الاتعاب. يا ريال ابي اشوف المحامي، يا سكرتيره خل اشوف بس اطلب وجه المحامي اللي بوكله. معلش هو بعد شوي يجي، باكر يجي، بعد شوي يكون مسافر مضمن مكتبه. هذه اخلاقيات المهنه يعني. وين الان وين الضمانات اللي انا اقدمها؟ عدل ولا لا؟ لحمايه كافه الناس المتقاضين واللي يروحون يوكلون محامين. معناته هني في استغلال لهذه المهنه. كيف هو قاعد صاير له 20 سنه برا ويجي الكويت يلم 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 وياخذ نسبه من المبالغ، هي الموكل المسكين مشطوبه قضيته، عليه غرامه ماليه لعدم الاعلان، ملفه ضايع، الصيغه التنفيذيه اصلا ما لها اثر في لا ملفات المكتب ولا حتى ملفات المحكمه. وين يا جماعه الصيغه التنفيذيه؟ اروح اشيك على الصيغه التنفيذيه في الملف، المندوب الفلاني من المكتب الفلاني مستلمها، وين المندوب؟ يقول سافر. ما هو راد. طيب حلال الناس، امور الناس، هل هذا المفروض ما يكون شامل لي قانون وتعديل قانون المهنه؟ يعني هذه احد الحالات انا اتكلم عنها. نعم. تقديم الذمه الماليه لاي محامي يبي يتقدم انه يصير محامي، شو المشكله؟ استاذ مشعل، اليوم النقد الذاتي حد اعلى عندنا في لا حقهم حقهم بالعكس بالعكس. الله يعطيكم العافيه. كثرت في الاونه الاخيره احكام ابطال مجالس وابطال بعض القوانين، وربما البقيه تاتي بالإضافة إلى كثرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية. تعليقك. إحنا أمانة يعني ودي قبل أعلق على الموضوع بشكل بسيط بس. وبإيجاز. بإيجاز. طبعًا الزملاء يتكلمون عن ظواهر فعلًا موجودة في 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 مجتمع المحامين، لكن يبقى يعني المحامين هم فئة من المجتمع فيهم عدد يعني كبير فيهم طبعًا في الشاذ وفي الصانع وفي في يعني على قولتهم حالهم حال أي طائفة. يبقى عاد يعني إحنا نقول الموكلين او المتقاضين عندما يوكل اي محامي انت رايح توقع عقد، فبالتالي مثل ما قالت استاذ نبيل لازم تتعرف على المحامي. واحيانا احنا واجهناها استاذ نبيل يعني فعلا نيابه شيء مثال فعلي، بعض يعني ناس في ناس مزورين منتحلين يعني صبت محامي يفتح باسم محامي هو فعليا مو باسم محامي ويعطي ايصال سداد اتعاب وكذا. فانا اتكلم للمجتمع يفتح مكتب محامي وهو مو محامي، مو محامي ولا عنده شهاده ولا عنده شهاده حقوق، شخص اصلا اجنبي مو كويتي. وين دور جمعيه المحامين؟ مو هذا الكلام، يتعرف عليه بالشارع، يوديه شقه بعماره، حاط له مكتب، فصار الوضع كانه فعلا هذا محامي وفاتح مكتب، لكن فعليا هل يعلن عن المكتب؟ مو معلن عنه.
اللي يشوفهم بالشارع يقول له تعال اسوي لك كذا واسوي لك كذا. في حاله نصب بانه يقول انا محامي وهو مو محامي. ماخذها بالخبره يعني؟ ماخذها يعني بطريقه غير شرعيه نقول. زين فنقول انه لازم على المتقاضي ان يتحقق من المحامي، حاله حال الطبيب، حاله حال المهندس، فبالتالي يعني المتقاضي لازم ياخذ العنايه المطلوبه. موضوع القوانين ويعني واقرارها وقاعد تبطل محاكم وقرارات وكذا، انا اقول هذا شيء صحي. يعني بدوله المؤسسات، لما نتكلم دوله المؤسسات بمعنى ان القرار غير فردي. القرار خاضع للدستور، قرار يعني ممكن يتظلم منه، القرار ممكن تروح فيه للقضاء، كنت والمحامي يبدي دفاعه. مؤشر صحي ولا مؤشر على كثره تجاوز القوانين؟ انا اقول مؤشر صحي، وفي حال ان كثر هالامر مطلوب اعاده النظر بحال الاقرار. يعني مو مؤشر لكثره تجاوز القوانين. العفو انا اقصد انت تقصد القوانين ولا القرارات؟ الابطال نفسها. ابطال القوانين. القوانين اي، فبالتالي القانون لما يبطل يتجاوز الدستور. فبعض القوانين لما تروح للمحكمه سواء كانت بحال ضروره ولا مخالفه نص ماده بالدستور، حق التقاضي او ايا كان، هذا شيء صحي. نعم. بين السلطات قاعد تمارس صلاحياتها، لكن هل هذا عقبها ما يقر او عقب ما يبطل هذا القانون مطلوب رده فعل من منو؟ نعم. السلطه التشريعيه تتكلم ان تعالوا ترى في حكم محكمه دستوريه، دير بالكم تمشون بهالاتجاه لانه مخالف الدستور. نعم. او السلطه التنفيذيه، مشروع ضروره دير بالكم ترى في محكمه دستوريه ابطلت قانون مكافحه الفساد. نعم، راح نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. استاذ يعقوب الصانع، ما هي ضوابط انتقاد القضاء او لنقل انتقاد الاحكام القضائيه؟ نعم، تحديدا فقط كتابه ولا مواقع تواصل ولا اي؟ بشكل عام. اولا قانون المطبوعات الحالي هو اول ما سن وحدد المخالفات في حال نقد القضاء، حطها في بنود معينه. بعدين جاء الحين قانون الاعلام الالكتروني وقانون المرئي والمسموع، وكذلك الحين بعد عندنا قانون الجرائم الالكترونيه وتقنيه المعلومات. شنو ضوابطها؟ الضوابط عشان تنتقد انت حكم، هو الطريق الاول ان انت عشان انت هذا الحكم اذا كان اول درجه ان تنتظر الى حكم استئناف. الاحكام التي يجوز كتابه انتقادها الاحكام اللي حازت حجيه الامر المقضي، اي معناتها اخذت المحكمه اول درجه ومحكمه استئناف وكذلك محكمه التمييز. طريقة الانتقاد ما هي طريقة عشوائية أن أنت تروح تكتب كلمة ولا تغريدة ولا تفسر شفت رئيس الدائرة اسمه كذا ولا تحط تعليق، لا، هو أن أنت نقد موضوعي للحكم نفسه، هل هو أصاب في القانون أو أخطأ بدون التطرق للقضاء. نعم بدون يعني أصلا في مخالفات تحصل في مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقد حسن النية أو سيء النية، يعتقد انه هو يملك الحق ان يذكر اسم رئيس الدائره في تويتر. لا، هو لا يملك الحق. لا يملكه. بالمناسبه احنا سالنا بعض القضاة في يعني بعض الاحايين، يعني لماذا لا تتجه الى رفع الناس مو فاضيه، ترى في مخالفات كثيره تحصل، يعتقد انه واحد ما حد رفع عليه قضيه فبالتالي هو شيء ايجابي او اجراء يعني أو سليم، يعني تصرف سليم. نعم. استاذ نيفين، اذا كان المحامي هو من يدافع عن المتهم ويحميه، فمن يحمي المتهم من المحامي في حال وقوع الظلم لا قدر الله عليه من قبل المحامي لا سيما موكله؟ جمعية المحامين، النيابة العامة، يجوز للموكل أن يذهب إلى جمعية المحامين ويتقدم بشكوى. وطبيعي أن جمعية المحامين الله يعينهم، يعني شكاوي طبيعي، هذا في أي مهنة شكاوي. أنا رحت حق المحامي الفلاني، طبعا بعض الموكلين يكيدون لنا علشان ما يدفع تعبنا بعد ما يخلص قضاياه. لكن جمعية المحامين شلون ترد الحق؟ مضطرة ان هي توجه لي كتاب، مثال ذلك توجه كتاب لي كمحامية وتقول فلان الموكل يقول كذا كذا، اعطيني رد خلال مدة معينة انا ارد عليه. بعيدا عن القضاء؟ بعيدا عن القضاء، ولكن ليس لها سلطة بان تحكم في هذه الشكوى. تحقق؟ ما تحقق فيها، ولكن ردي شنو يكون؟ تمهيدا للموكل انه ياخذ هذه الاوراق ويلجا للنيابه العامه، لان النيابه العامه لازم هي تكون المحايده. نعم. بين الطرفين، وتقدم شكوى، وهناك عاد الشكوى تاخذ يسمونها شكاوي محامين، وهذا موضوع يعني موجود. لكن نعم. انا امنيتي واحده بس. نعم، ان المشاكل اللي تصير بين المحامين، القانون الجديد، وهذه الاستاذ يعقوب ممكن تضيفها ايضا او قد تكون ضفتها، ان تكون مشاكلنا بيننا، بمعنى احنا يعني العنف معروف في المهنة هذه بين الدفاع، القضاء الواقف أيضا إحنا بشر، لما إحنا نتراجع ونتكلم لازم يصير ملاشط بين المحامين.
واحد ما يستوعب ان انا محامية فلان مضطرة اتكلم في هذا الكلام، ممكن واحد يشتم الثاني، هذه امور تصير كل يوم في كل مهنة، بس اليوم احنا محور حديثنا عن المحامين، فهذه كل يوم تصير معانا. مو من المنطق انه يروح الزميل المغفر يشتكي او يروح النيابة العامة ونصير احنا حشوة بحلج الناس، وهذا وايد قاعد يصير. يفترض اليوم انا عندي نص قانوني يقول مشاكل المحامين تحل عندنا، لو محامي تجاوز حدوده يجوز شطبه من الاسم بعد التحقق وبعد تقديم دفاع وامور كثيره. نعم تضحت فما ننتظر يعني الاحكام. نعم استاذ مشعل، قرانا في صحف اليوم بيان لجمعيه المحامين بشان ما صاحب تعديلات قانون الجنسيه والمحكمه الاداريه من نشاط سياسي محموم، فما ابرز ما تضمنه هذا البيان؟ هو بطبيعه الحال ملف الجنسيه ملف حساس، وكان في حقبه خلينا نقول في شيء بالنفوس بين يعني خلينا نقول السلطات، مرات نقول مثلا بين المواطنين بين التجمعات السياسيه، فاحنا حرصنا انه يكون بياننا خارج هذا الوضع بحيث انه يكون بيان دستوري يتكلم على وجود السلطات. طبعا لقينا في 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 حوار او في اراء تبدا بطريقه تهديد بوجود السلطات، يعني في 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 فئه او في اكثر من شخص تكلم بان السلطه التشريعيه راح نعمل فيكم كذا وكذا وكذا وكذا. نعم شيء خارج عن الطرق الشرعيه. تطرق له هذا البيان؟ وتطرق البيان مو له، تطرق لهذه الظواهر، تطرق لهذه القضيه. اي فاحنا احنا دائما حتى في لو يراجع في جمعيه المحامين لاي بيان، لا يمكن باي حال من الاحوال انك تقول مثلا والله هذا يقصد فيه فلان، لا احنا نقول هذا منهج. نعم. يجب ان يسري على الكل، سواء كان امر يخضع لسلطات معينه او احزاب او سياسيه، هذا شيء ما يهمنا، اهم شيء اللي الموجود في البيان كمبادئ عامه. نعم، احنا تقريبا يعني تبقى دقيقتين او ثلاث دقائق، استاذ نيفين بالنسبه لمحكمه الاسره، شنو تعليقك على محكمه الاسره ايضا وبعض الملاحظات والشكاوى اللي صاحبت محكمه الاسره بايجاز جدا؟ اي والله ضربت على الوتر الحساس، محكمه الاسره للاسف الشديد ارهقت المحامين. التفرع اللي صار بدون داعي، المباني الزايده بدون معنى، تكلفه على الدوله، تكلفه على المحامي، ارهاق على هيئه القضاء. ايضا حمايه للاسره، حمايه للاسره بس مو بهذه الطريقه. فصل احنا لما قلنا عن المجرمين والقضايا الحساسه، لا احنا لما قلنا نبي قانون للاسره حمايه وايضا حفاظا على حقوق الطفل من انه ما يشوف المساجين ويشوف المتهمين، انا معاك صحيح، ولكن احنا ما قلنا حطوهم بمباني بهذه التوزيعه وهذه الطريقه. ليش فيها المباني مو زينه؟ مو زينه، مباني مو مؤهله لان تكون محكمه، مباني سكنيه. أنا يعني المشكلة فقط المباني. المباني وحتى القانون طبعا. مؤجرة المباني هذه؟ مؤجرة للدولة لوزارة العدل، بس المشكلة أيضا في القانون نفسه، القانون نفسه ما يخدم الطفل ولا يخدم الأسرة. نعم. بالعكس خرب على حياة الأسرة مو بهالطريقة. في دول كثيرة عملت قوانين أسرة بس مو بهذه الطريقة. ويبي لها الظاهر حلقة كاملة هذه مسألة إن شاء الله نستضيفها في حلقات جاية. أستاذ يعقوب عبد العزيز صانع بإيجاز أيضا، ليش ما في امرأة؟ يعني أنت قلت لي أنت بتنوه عن كلمة أخيرة، ليش ما في امرأة بجمعية المحامين؟ كذلك مسألة الإعلان والترويج والدعاية والنشر لمهنة المحامين. نعم. بإيجاز. نعم بالبداية أنا ليش يعني أحب أعقب بعد أستاذي يعني أستاذ النفين معرفي على مسألة المرأة. نعم اولا انا لا انتمي رسميا لاي قائمه انتخابيه لجمعيه المحامين. نعم. تعاونت مع الجميع خصوصا بعد مشروع المهنه، يعني شفت بعض العقبات اللي تخص الناس بعد النجاح شيء وقبل النجاح شيء. المراه المحاميه للاسف حالها حال الرجل المحامي، فتدش تلاقي مجموعه يبي يرشحون نفسهم ينشطون في فتره واحده شهرين قبل الانتخابات، فهي ما عندها القدرة أن هي تكون قائمة بروحها، وإن كونت قائمة باسم المرأة خاصة فيها حوربت من المرأة نفسها، هذا رقم واحد. والشيء الثاني عدم إيمان القوائم الانتخابية خصوصا في الحين السنوات الأخيرة في عراك يعني بين قائمة وقائمة وقائمة وقائمة، فمخلينا لا انطري السنة الجاية المرة الجاية نرشحك. نعم ومسألة الإعلان والترويج بإيجاز. نعم الإعلان والترويج أنا أوجه رسالة بداية وزير الإعلام ورؤساء وقنوات المرئي والمسموع. نعم. وكذلك الزملاء السادة المحامين اللي يعني يقدمون استشارات عن طريق هذه القنوات. شنو الرسالة؟ رسالتي واضحة، طبعا هناك في فرق، هناك من يستضيف المحامين مثلنا الحين لتقديم هذا الرأي أو المشهور أو وجهة النظر القانونية. نعم. هناك من يتعاقد مع إحدى القنوات المرئية أو المسموعة،
رجاء نعم. التزام في ماده 12 ميثاق شرف المهنه، يعني ما يصير احتكار هذه فئه معينه و400 4000 محامي. اتضحت اتضحت الصوره. الاستاذ المحامي يعقوب عبد العزيز الصانع الكاتب في جريده القبس، الاستاذ المحامي نيفين معرفي الناشطه في حقوق المراه، الاستاذ المحامي مشعل سعد الخنا عضو مجلس اداره جمعيه المحامين، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى ختام حلقه برنامج هاشتاج لهذا الاسبوع، هاشتاجنا الليله كان بعنوان المحاماه تنظيم وتقييم، والى ان نلتقيكم في حلقات جديده نستودعكم في امان الله.